رجعنا من جديد في سبور ميك، سيأخذ جزء من الحصة متاعنا اليوم. نحكي أكثر كورة على مقابلات الجولة القادمة من البطولة الجولة السادسة من البطولة، لكن قبل هذا نصح معلومة. كان عطار السيد كمال بن خليل هشام مناعي من محبي نادي الفريق وموجود في مكتب الرابطة، باش ما نعديوش حاجة ما هيش موجودة به. أنت قلت من أحبي نادي الفريق، شنو هشام مناعي مش كلوبيست؟ نعرفش أنا ومنهم، ثم ثلاثة هشاميات أنا ومنهم اللي في الرابطة. باه نتجاوز. دونك مقابلة القمة باش تكون في الجولة هذه بين الأول والثاني متاع البطولة. حكينا في وسط الأسبوع الظروف اللي رافقت المقابلة بالملعب متاعها واللي صار الكل فنيا كريم. ماتش كبير باش يكون بين زوز فرق، شفنا منهم كورة السنة. أول حاجة الحمد لله يا ربي باش نحكي بكورة. حكينا شوي على مميش وباش كورة. لا كورة نحكي على الشامبيونة. على الشامبيونة. يمكن العائق الوحيد في المباراة هذه اللي هو الملعب. الناس كل تعرف من اول الجمعه مين باش تلعب وين ما تلعبش، والحق نتاع ربي انا اسلام بالله مثال اقنعني انت اللي اقنعني واحد من حضور، شكون خذا ديسيزيون باش يلعبوا في الاولمبي البيجي؟ خذا ديسيزيون بعد ما رفضوا له الاولمبي البيجي، بعد ما رفضوا له طلب انه يلعب. السلطات الامنيه والداخليه رفضت انه يلعب في بنزرت، مشاو الملعب تستور كيف السلطات الامنيه رفضت في ملعب تستور. الاولمبي البيجي لازم يوفر هو الملعب كيف وفر الملعب نتاع مجازي. معنى انا نتصور بالجولات اللي عنده الاولمبي البيجي، خاطر انا شاهدت ملخص متاول، خاطر البيجي لعبت هي المتلوي في الملعب هذاك. ما نعرفش كان تفرجتوا فيه ولا اسلام خويا، مساكن والله مساكن، معناها هدف جاء على عن طريق الحمري اكسبلو انديفيديوال، معناها مستحيل باش نشوفوا كوره في الماتش. ما الاحكام الاوليه لا من المستحيل تسبع نشوفوا كوره، باش نشوفوا تكتيك وتكنيك والانترنور يعطيه الصحه، ما نجموش هكا الحق نتاع ربي. معناها وسيرتو زوج جمعيات اللي قاعدين في كوره وفي السكة صحيح. هو على التيران القانون شي يقول لك ما عندكش تيران انت تجيب تيران، واذا ما جبتش الرابطة توفر وقت. هما جابوا تيران مجازي ويوفر لك بشرط يكون بعيد 50 كيلومتر على ملعب متاع الفريق الضيف. طب مثلا عمناه ولا انا لعبت مع سليمان كنت البيجة في مزر بورقيب، فهمت؟ ما نعرفش شنو يبدو لي ما اختارتوش بيجا ملعب هذاك، خاطر نعرف في مزر بورقيب ظهر لي برشا جماهير نتاع الكلوب. هي بيجا اختار صحيت، هي بيجا اختارت بنزرت وبنزرت ولي بنزرت بالضبط. معناها تولي سلطه امنيه هي اللي هو هي البيجا حسب ما عندي معلومه اذا صحيحه اختارت ملعب بنزرت والوالي بنزرت هو اللي رفض لاسباب امنيه، قال لك لا يا خويا الماتش هذا ما يتلعبش عندي. جمهور بنزرت جمهور الكلوب ولو انه جمهور الكلوب ما هوش ماشي معناها بنزرت معناها لهنا نقطه تفاهم ربي اسلام نلقاو في اعذار. طيب انا سالتك كوره واكيد مشيت حدود كوره بالعكس اسلام انا حبيت عليه مشيت لك هكا على خاطر ما نجموش من بعد ولا في بلاتوات ونسمعوا الناس تحكي ولا 4-5-2 فهمت شنو نقصد. ما تنجمش تحكي عليهم في ظروف كيما هكا، ما تنجمش تحكي. مثلا انا واحد من الناس ما نجمش نقول لك على الماتش حاجه بركه اللي نقولها، ان شاء الله الجواريت اللي تلعب تروح لاباس لديار. احمد باش تعدى الماتش في التلفزه هاليا؟ اي باش يتعدى. شنو حل المشاكل التقنيه؟ باش يتعدى بالامكانيات المتاحه وكا بالله انت عندك فكره اسكو الكار الهاش دي الكبيره لازم تدخل تيران؟ هو البره هي تقعد البره هو ما خيوطه صحيح. هو انا اسلام نستغرب خاصة من جانب النادي الافريقي، وكأن النادي الافريقي باش تلعب في بوركينا فاسو والا في البوروندي. توا الملعب باجا باش تلعب في الملعب، 11 من ملاعبي من باجا و11 من ملاعبي من النادي الافريقي باش يلعبوا في تيران. وين الاشكاليه؟ معناتها علاش تحط النادي الافريقي فما احساس بالمظلوميه والا بال وين شفتوا؟ لا موجود. ليه؟ موجود على حالة التيران. على اللي زكوا تي شو على حالة التيران. النادي الافريقي السنة عنده جروب وعنده ظروف باش ينافس على البطوله اذا كان ما نقولش باش ياخذها. انت كي نعطيوك باش تغلط زكوتي راهو يا احمد يا احمد المظلوميه بارابور للتراح كاو فيها زوز ملاعبيه. انا سمعت زوز ملاعبيه من باجا قال تقول باش نلعبوا في كياس مش في تيران. هو كان نعطيوه باش يغطي الماتش هذا تو يعتذر. لا 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 المقصود راهو على الزوز فرق. اما الزوز شكاو منه علاش انت تخصص النادي الافريقي بالحديث؟ النادي الافريقي فما التركيز النسبي على زكوتي
اللي هما لي زاكوتي انت كتمر رساله اللي هما لي زاكوتي لي زاكوتي الملعب والتحكيم وفما شكون حكي اعطيني اعطيني مسؤول واحد حكي على يعني علولو في موزايك تكلم موجوده هذه موجوده ليه شويه على التحكيم موجوده فما تركيز انا من النادي الافريقي في الجو توا في الايامات الاخرانيه انا عجبتني من الاول النادي الافريقي البيرو نتاعه والمسؤولين فما نوع من الرصانه نوع من الهدوء نوع من التركيز على الملعب توا اصبح مرور الجوالات ما تشوفش رده ما تشوفش رده فعل بعد التصريح نتاع غريفيل وليد غريفيل اللي تكلم فيه على التحكيم كيف كيف كانه انتم ومسؤولي السي اس اس اللي تكلموا على التحكيم حتى احنا توا باش يولي كل فريق كل مسؤول قبل الماتش يتكلم على التحكيم نوع من البريسيون خاطر عندنا في تونس فكره العاقل كل ما نعم بريسيون اكثر كل ما ناخذ حقنا عندنا في تونس فكره العاقل والساكوتي ما يعطيوش حق اي صحيح كريم انا نقصد في النادي الافريقي السيزون هذا النادي الافريقي عامل مجموعة مجموعة متميزة وانترنور به جماعي قاتلة في كورة مزيانة ينفقولها في حق خير وشولة أنا معك كمل سيدة المشكل يا ماتر المشكل احنا نتعامل مع التحكيم مع الحكام كأنهم آلات ودي كمبيوتر رأوا الحكم بشر أنا ريت في تشامبيونز ليج وريت في أخطاء معناتها بيلانتيات ولا أهداف تقعد بيها لا لا نحكي لك معناتها على المستوى العالي التحكيم في المستوى العالي التحكيم الحكام أبيتو بشر وباش تصير أخطاء في كل ماتش أما احنا ديما عندك المظلومية والبكائيات ونظرية المؤامرة هذاك غلط تحب يخسرني أنا اللي حاب نقوله رأوا النادي الفريقي من المفروض تحب تاخذ الشامبيونات ركز على الملعب انت الرساله اللي تقولها للملاعبيه تو ترى خايب والاربيتراج ادرى شو ما باش نلقى لك بعد اكسكيوز انا جوي انا جوي انا جوي مش نمشي نلعب في تينا يا ما عندكش فكره ماكش وحدك حتى الادفيرسير ودي شمي في الادفيرسير انا خمسه لك يا اخي الادفيرسير انا راه خايب لازمني نسكت حتى الادفيرسير ساكت حتى بيجا نتصور الممرن راه متشكي من الملعب انا معاك يعني. انا نعطيك على التيرا الناس كل كانت تخوف من اللي هو اللي توا ولا توا مريق اللي هو الملعب المرس صحيح قبل كيف كنا نمشيو نلعبوا في الملعب المرس ما عندناش تفكير باش تمشي تلعب طول على بعد زيان بال كريم المقصود شنو هو تحس وكانه الاولمبي الباجي باش يلعب شطر رادس شطر ميدان رادس والنادي الافريقي باش يلعب شطر ميدان رادس انا واحد الظروف يا احمد علاش يا احمد علاش ما تحبش تسمعنا باجا يشكيو من التيران حتى صحيح كلامه حتى زوز اللاعبين تاع باجا ربيع الحمري كيف كيف في ناس في باجا يشكيو وما بالك اللي بكي تشكي انه نعملوا لها واحد زوز شكاو زوز الحقيقه زوز شكاو ما يلزمش نخرجوا معناتها الكلام اللي نقولوا فيه من سياق يا احمد انا المقصد الماتش وانت عايد في ملعب مجاز الباب اوكي سي في زوج جمعيات تشكيو منه انت في عوض تشكى يا خويا حفز ملاعبيتك وشكون قال لك ماشي حافظ الخطه ويعبط الملاعبيه اللي تلائموا مع لي كونديسيون الموجوده في التنا عوضا على البكيات يعني مش نمشي معاك انا للخ النجم انا نتشكى على التيران دوبيت سماء صحيح ولا وداش وداش باش يصير مين تصور سيبوتا وكل يوم تشد تاخذها بشنو اللي نركز على الماتش تبرا بتقول خلي نقدم عندك في ماتشوات تو انت يا اخي جوهرات تونس ما يعرفوش تينا مجاز الباب الا ما نتشكاو مو جوهرات عارفين تينا ديزيني في مجاز الباب اي جوهر من تونس يعرف ماكش مجاز الافريق هذه حاجه ثانيه انا كيفاش نعرف في تينا الباب ايش معناه كلمك انا سافرت فيه تينا مجاز الباب غير صالح عنده 5 سنين بالكره هذه حاجه اولى حاجه ثانيه انا باجا يا اخي انا ربح فيه 3 ماتشات لا لا في ماتش بركه لعبت فيه هذول لا ماتش بركه اي ماتش ربحت المتلاو الماتشات هذوما اللي لعبوا فيهم الماتشات ولعبت في تيران تفرجت فيه في في في, في تلفزه معناها حتى الكاميرات تصور في ساقين الجوارات زاد كيف كيف البريسيون اللي حكينا عليها على التحكيم تاثر معناها قبل الماتشات اللي حكيوا عليها الاولاد معناها نعمل بريسيون على الحكم قبل الماتش مسير نورمال تاثر اللهم الاربيتر وفما زوزانويا نتاع حكام فما حكام راهو مستانسين بالضغط في العالي ما يشوفوش جماعه الماتش راهو يسكر ومن بعد يرجع بعد الماتش يشوف شنو شكون حكي عليه وشكون اما فما نوع نتاع حكام راهو موجودين انا ناكد لك امين غويدر من العباد اللي ديما كونكتي معناها يجاوب راهو بعض ساعات غويدر فما مره ريتو جاوب على مسؤول قديم في الوقت معناها هنا فما نحن خلينا الحكم يعطي ماتشو يعدي ماتشو وعندنا دي بلاتو خلينا تو نحكيو ونقيموا كلام على باش كلام على باش خلينا نقدموا عندنا ماتشو صح نحب نقول حاجه
راهي الاولمبي الباجي مشات الرادس ربحت النادي الافريقي في رادس باللي كونديسيون معناتها فافورابل. هذه حاجه انت جيت لكلامنا، نحن نحبوا نشوفوا مباراه في قيمه النادي الافريقي والاولمبي الباجي على سيزور قاعدين يعملوا فيها كريم. تو المشكل تعين الماتش في تنام معناتها سي فيني كلامنا مش باش يغير المشكل كلامنا ما يغيرش صحيح نعرف هذا الكل نعرفه. نحبوا مثلا النادي الافريقي والا تركز لي على الميدان خويا حفظ اللاعبين موجودين النادي الافريقي مركز الوسائل اللازمه باش تربح ماتش. انا نمشي معاك كريم كريم خلينا نتعديو مازال ماتشات على الاقل ماتش الماتش هذا انا نقول لك ماتش تربح ما يتلعبش ولا، اما نحن كمتفرجين في النيفو نتاع باجا والنادي الافريقي توا حبينا نشوفوا تيران باش يلعبوا فيه كور